حصيلة جديدة ترفع عدد الضحايا الفلسطينيين جراء العملية العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة. فمع استمرار الطائرات الحربية والمدفعية الإسرائيلية قصفها لمناطق مختلفة في القطاع، سقط أكثر من 600 ما بين قتيل وجريح في يوم واحد. من بين الضحايا زكريا أبو دقة، عضو القيادة المركزية في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين حسب ما أعلنت الجبهة. الجيش الإسرائيلي أعلن من جانبه عن مقتل 7 من جنوده في المواجهات الدائرة في القطاع، ليرتفع بذلك عدد قتلاه إلى 25 إضافة إلى عشرات الجرحى. لكن كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس قالت إنها قتلت 10 جنود إسرائيليين وأصابت عددا آخر في كمين بحي الشجاعية شرقي غزة. اتهمت حماس القوات الإسرائيلية بمنع إجلاء عشرات القتلى والجرحى من حي الشجاعية الذين ما زالوا تحت الركام، وبمنع الصليب الأحمر من القيام بدوره. وحمل إسماعيل هنية نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس المجتمع الدولي مسؤولية ما وصفه بالمجازر التي يشهدها قطاع غزة. أن صمت العالم على هذا المحتل وعدم سحب قادة هؤلاء محتلين إلى المحاكم الدولية لكي يحاكموا على جرائمهم شجع هذا العدو. صمت الأنظمة وإعطاء الغطاء من بعض الأنظمة الغربية لهذا المحتل جرأه على ارتكاب المجازر. ومنذ بدء الهجوم الإسرائيلي على غزة قتل أكثر من 500 شخص وجرح ما يزيد عن 3000 أغلبهم من المدنيين، إضافة إلى نزوح عشرات الآلاف من الفلسطينيين. مها سكر، بي بي سي.